سوف تتمكنون أيها التلاميذ الأعزاء من إنجاز جميع الأسئلة المتعلقة بالامتحان الجوي المقبل في شتنبر 2020، وهذه مناسبة لكي تقوموا بتحضير الامتحان الجوي المقبل. إذا أقترح لكم هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من قناة جوكومينيك تي في للفهم المستعب لمادة الفرنسية الخاصة بالأولى البكالوريا. المترشحين لهذا الامتحان الجهوي المقبل في شتنبر. إذن سوف أقترح لكم هذه الأسئلة، وفي الفيديو سوف أقوم بشرح الأسئلة باش تعرفوا شنو هما اللي غيكونوا عندكم، نوعية الأسئلة غيكون عندكم في الامتحان الجهوي. هذا هو الهدف من هذا الفيديو، هذا هو الشرح بالتفصيل جميع الأسئلة المتعلقة بالامتحان الجهوي باش تكونوا على دراية. إذن أول شيء غنركزوا على ليتود دو تاكس، واللي مهم عليه 10 نقاط، وبرودوي سكريت عليه 10 نقاط، المجموع هو 20 نقطة. إذن في البداية إذن كاين هناك فيديوهات خاصة بليتود دو تاكس باش تحصلوا على 10 نقاط. بقى لكم المجال ديال برودوي سكريت سوف نطرق عليه من بعد إن شاء الله. إذن ليتود دو تاكس تكون هناك 3 محاور، الأسئلة تتقاسم إلى 3 محاور. المحور الأول ما يسمى بالمفهوم العام للنص أو المفهوم العام للرواية، contextualisation du texte، المفهوم العام للرواية أو المفهوم العام ديال النص. هذا من جانب. الجانب الثاني واللي مهم هو analyse du texte، تحليل ديال النص. هناك عدة أسئلة ديال اللغة وعدة أسئلة ديال الفهم. إذن هذا هو المهم بزاف، هو analyse du texte أو ما يسمى بتحليل ديال النص. والأسئلة الباقية هما خاصة بلا رياكسيون فاس أو تاكس، يعطيك غير وجه النظر ديالك، تدلي بوجه النظر، نوع من التعبير فقط. إذن ننتقلوا أولا في الأسئلة الأولى ديال الامتحان الجهوي متعلقة بلا contextualisation du texte. يكون على دراية بأن لا contextualisation du texte تقريبا النقاط ديالها تتمحور حول 2 بوان في النقاط. هنا مثلا ركزوا على 3 أسئلة الأولى، أما في العموم أي امتحان جهوي تلقاو غير جوج الأسئلة الأولين هما اللي مختصين بلا contextualisation du texte أو المفهوم العام ديال الرواية. بالنسبة لهنا قال لك دو كيل أوفر سو تاكس إيتي ليكستخيم، دو كيل أوفر معناها اسم الكتاب، اسم الرواية اللي مستخرجة منها النص، واش لا بوطا ميرفاي، واش لو ديان كونداني، ولا أنتيغون. مثلا كاين أوني لوتور، شما هو الكاتب ديال ديك الرواية، واش جون ألويل، ولا لو فيكتور إيغو، ولا أحمد الصفريبي. كاين لو جون دو سيت أوفر، معناها النوع ديال الرواية، واش أن رومون أوتوبيوغرافيك، ولا رومون أتيز، ولا تراجيدي مودرن، أو بياس دو تياتر. ثم غادي تحاولوا تركزوا على الرواية والنوع ديالها والاسم الكاتب ديالها وبعض الروايات ديال الكاتب اخرى من غير لابوطا ميرفاي، من غير لو ديجين كونداني، من غير انتيغون. فهمت؟ تركزوا على جوج انواع ديال الروايات، حفظوا مزيان لا دات دو نيسونس، لا دات دو ديسي. مهم و مهم. ننتقلوا دابا الاسئله ديال اناليز دو تيكست، مولي مهمين عندكم، تبداو من سؤال عموم، تبداو من السؤال الثالث حتى السؤال الثامن، من السؤال الثالث حتى السؤال الثامن. تقريبا جوج اسئله اخرين غير لا رياكسيون فاس تاكس. هادو مهمين بزاف، هما هاد الاسئله تتمحوروا حول المفهوم ديال النص اللي تعطى لكم في الامتحان الجهوي، وكذلك بعض الاسئله ديال اللغه. مثلا هنا بدا لكم من السؤال الرابع، بوركوا رحمه اورغانيستيل ان غوبا بوغ لي بوفر. اذا هاد الجواب ديال هاد السؤال هذا من خلال النص، قرا النص مزيان وغادي تلقى الجواب ديالو. غولوفيك معناها استخرج، غولوفي دو مو ابارتونون شو ليكسيكال دو لا كويزين، دايما تيعطيو هاد النوع ديال السؤال هذا. غولوفي ان شو ليكسيكال معناها الحق اللغوي، معناها تيعطوك واحد تيرم جينيريك، تيعطيك واحد تيرم اون جينيرال معناها واحد الكلمة بصفة عامة لا كويزين، و تغادي تستخرج مثلا جميع الكلمات منها افعال، منها الاسماء، منها لي زيكسبريسيون تعابير اللي متعلقة بهاد لا كويزين. مثلا لا كويزين هو لو تيرم جينيريك.
Deux mots appartenant au champ lexical de la cuisine. Un mal spécifique, mais là, dès que je les ai contraires, le champ lexical, là, ou la cuisine, et la gémette facile de la cuisine. Deux mots appartenant au champ lexical de la cuisine. Deux mots, mais les kalimat. Il y a juge afal, ou les juge kalimat, ou les juge asma, ou les genoux, ou les deux expressions, sur le commède. Mohim, deux mots, juge kalimat. Quel est le deux mots appartenant au champ lexical de la religion? Il y en a maintenant deux termes génériques. Il y a la religion, il y a le din, et il y a la cuisine, il y a le tabakh. Tu m'as dit que tu as un kalimat, tu as la cuisine, ou un kalimat, tu as le tabakh. العموم في الامتحان الجاو دائما تيركزوا لكم على اربعه الكلمات قال لك غولفي دون لو تيكست 4 مو اربعه الكلمات اللي متعلقه بهذا التام جينيريك باش تكونوا على هذا البال بالنسبه للكيستيون 6 تيقول لك مثلا دون لا فراز سويفونت ان فلو دو مونديو اوم اي فام سو ديفيرسا دون لا كور un flot de mondiaux, hommes et femmes, se déversa dans la cour. Identifier les figures de style. Mais le bien est de l'oraliser la hamzidef, le m'tihal jiaoui, ou comment les figures de style. Alors, comme tu vois la vidéo, faites le canal Sahidi, comme tu vois la vidéo, les figures de style, la drase de l'aura. La drase de l'aura, cours de langue, des figures de style. Si elle me sire, mais le bien, si elle me balara, le bien a. يقولوا الكناية و الاستعارة إلى آخره أساليب استعارة إلى آخره لأن إيدونتيفي لا فيغور دو ستيل راه حدثتها لكم أنا قمت بالشرح ديالها بالتفصيل في واحد الفيديوهات في هذه القناة هذه ديال جوكوميونيك تي في خاصة بتعلم اللغة في واحد البلاي ليست خاصة بالبريمي باك 2020 إذا ديت كيلوني سون إيفي دون لا ديسكريبسيون معنى علاش الكاتب استعمل هذا النوع ديال الفيغور دو ستيل كريك ايدونتيفي الفيغور دو ستيل او ديت كيلوني سون ايفي ما هو السبب ديال هاد دون لا ديسكريبسيون ما هو السبب علاش اختار هذا الكاتب هذا النوع ديال الفيغور دو ستيل في الوصف اذا لاحظوا مزيان قلنا في السؤال السادس دون لا فراسيون ان فلو دو مونديو اون مي فام سو ديفيرسان دون لا كور ايدونتيفي الفيغور دو ستيل ou dit qu'il est en est sans effet dans la description. Et dans la chose, je vais vous dire que la figure de style est l'os. Je ne vais pas dire l'isme de la figure de style, ou l'échelle que je vais vous dire que la figure de style fait l'os. Un flot de mondiaux hommes et femmes se diversent dans la cour. Dit qu'il est en est sans effet dans la description. Et donc, le sujet de l'aura qui est très bien. Le sujet de l'aura qui دوبالكم قال لك غوليزي لي دو بروميير باراغراف انسويت سيتي دو اكسيون كو فون لي فام لي انفون لي مونديو اذا هذا السؤال السابع مختص باناليز دو تيكس مفهوم او ما يسمى الاسئله ديال الفهم ديال الروايه بشكل جيد وكذلك بشكل خاص هذا المقطع ديال الروايه اللي في الامتحان الجاوي غوليزي لي دو بروميير باراغراف هما محددين لكم هما Ensuite, citer deux actions que font les femmes ou deux actions que font les enfants ou deux actions que font les mondiaux. Je vais vous dire que les femmes, les enfants, les enfants, les mondiaux, ils croient au juge, 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 ils بالنسبة للسؤال الثامن ensuite un flot de mondiaux hommes et femmes se déversa dans la cour le premier vieillard exercé sur cette foule en lock une véritable royauté tous lui obéissaient c'est vrai ensuite un flot de mondiaux هذا مقتطف من النص ensuite un flot de mondiaux hommes et femmes se déversa dans la cour, le premier vieillard exercé sur cette foule en lac une véritable royauté, tous lui obéissaient. Que remplace des mots soulignés tous, je crois. Tous sous lui.
Quand on place les mots sur le nez, je crois c'est tous et lui. Et complétez cette phrase. Complétez cette phrase. Tous lui, oui, c'est et là. Complétez cette phrase. دين هنا في السؤال الثامن والسؤال الأخير في هذه السلسلة ديال الأناليز دو تكست، مطلوب منكم أنكم تقولوا شكون اللي شنو الضمير هذا توس، شنو اللي تعوض الضمير، شنو الاسم اللي تعوضه، وهذا لوي كذلك. هي كومبليتي سيت فراز، إذا لا فراز توس لوي أوبيسي، هنا خصكم تكملوا من التكس لا فراز توس لوي اوبيسي فوالا. اذا بوركوا راح ما اورغانيزتي ان روبا بور لي بوفر رولفي دو مو ابارتونون اون شو ليكسيكال دو لا كويزين دو مو ابارتونون اون شو ليكسيكال دو لا ريليجيون دون لا فراز سويفونت ان فلو دو مونديون اوم اي فام سي ديفيرسا دون لا كور ايدونتيفي لا فيغور دو ستيل ديت كيل اون اي سون ايفي دون لا ديسكريبسيون. Et relisez les deux premiers paragraphes, ensuite citez deux actions que font les femmes, les enfants et les mondiaux. Ensuite, un flot de mondiaux, hommes et femmes, se déversa dans la cour. Le premier vieillard exercé sur cette foule en loque une véritable royauté, tous lui obéissaient et que remplace les mots surlignés et complétez cette phrase. Bon, mais demain, est-ce qu'il est dit l'aura ou est-ce qu'il est dit le femme, les mohimmin, elle a comme job, elle a comme job, elle a comme job, elle a كيف ما تشوفونا بشكل صريح باش تحصلوا على 8 نقط. اذا سوف اريد بوركوا رحمه اورغانيستيل ان روبو بور لي بوفر رولفي دو مو ابارتون شو ليكسيكال دو لا كويزين دو مو ابارتون شو ليكسيكال دو لا ريليجيون دو لا فراز سويفونت ان فلو دو مونديو اوم اي فام سي ديفيرسا دون لا كور ايدونتيفي لا فيغور دو ستيل ديت كو لون ليس ان ايفي دون لا ديسكريبسيون اي روليزي لي دو برومي باراغراف انسويت سيتي دو اكسيون كو فون لي فام لي انفون اي لو مونديو. Ensuite, un flot de mondiaux, hommes et femmes, se déversa dans la cour. Le premier vieillard exercé sur cette foule en loque une véritable royauté, tous lui obéissaient. Que remplace les mots soulignés et compléter cette phrase, etc. Et donc, il y a donc ma SLA de l'aura qui est maintenant, ou SLA de l'FM, la chasse comme tel que je le parle, il y a SLA de la réaction face au texte, ou il y a un mtihan jiaoui, bichekel jayid. Achat de noqat, flitude de texte. شيء ممتاز لان يعني نضيف واحد النقاط في لابرودكسيون كريت مثلا 6 نقاط او 7 نقاط في لابرودكسيون نحصلوا على نتيجه ايجابيه جدا. اذا كيف ما تلاحظوا هنا عندنا سؤال التاسع السؤال العاشر 9 و 10 دوني ان تيتر كونفورنابل تكس انا اذكر العنوان ديال النص Ils se font dans notre société, les enfants sont négligés lors des cérémonies. Ça veut dire, fait, qu'en pensez-vous, exprimez votre point de vue en deux ou trois phrases. Et de nous aider des sous à la sorte, moi, il y a une petite hanche, j'ai eu une phrase. Se font dans notre société, mais غالبا, في المجتمع ديالنا, les enfants sont négligés lors des cérémonies. قال كم بونسيفو زعما الاطفال واش تيكون متخلى عليهم في اثناء الحفله مثلا سوفون دون نوتر سوسيتي لي زونفون سون نيغليجي لور دي سيرموني فيت كم بونسيفو اكسبريم فوتر زعما ماذا تفكر اكسبريم فوتر بوين دو في اون دو او تخوا فراز انا عبر على الراي ديالك من خلال هاد المقوله سوفون دون نوتر سوسيتي لي زونفون سون نيغليجي لور دي سيرموني واش انت متفق مع هاد المقوله او لا. اذا اكسبريم فوتر بوين دو في اون دو او تخوا فراز. إذا في الفيديو القادم سوف أقترح عليكم الأجوبة ديال هذا الامتحان الجهوي وتشوفوا وتقارنوا النتائج ما بين داكشي اللي حصلتوا عليه. ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكم نكتيفي للفهم والاستيعاب من تحضير خاص بالتحضير الامتحان الجهوي الموحد لشتنبير 2020. إلى اللقاء في فيديو قادم نطرق الأجوبة ديال هذا الامتحان الجهوي. شكرا لكم.